اللي هيشارك معانا دلوقتي واحد من الكوادر اصحاب الخبرات الكبيره في عالم التدريب وله بصمات وسيره ذاتيه غنيه عن التعريف، كابتن علاء نبيل بتاريخه الكبير طبعا مع الانديه والمنتخبات داخل وخارج مصر. كابتن علاء مساء الخير. اهلا بحضرتك وسعداء بمشاركتك معنا وبيسمعك معنا كمان ضيفنا في الاستوديو الاستاذ خالد الاتريبي رئيس القسم الرياضي في صحيفه الشروق. اهلا وسهلا بيك كابتن. كابتن علاء، حابب تقول ايه فنيا عن مستوى منتخب مصر، عن شغل اجاري وجهازه الفني، عن مستوى لاعبينا في كاس الامم الافريقيه 2019؟ طبعا مستوى فقير جدا فني، سواء من المدير الفني وجهازه، مستوى فقير جدا من اللعيبه في الملعب صراحه، يعني كله يتحمل المسؤوليه. اللي احنا شفناه في الملعب ده لا يخص كره القدم شيء. انا كلكم واللي حصل في اخر 10 دقائق بعد الهدف، اللي انا اشوف منتخب مصر بيلعب الكره، يعني انا بالظبط كنت بتفرج على فرقه شركات اخر 10 دقائق من ورا، عمال يديها لقدام، شلوت لقدام، عمرها ما كانت كده كره القدم. ومنتخب جنوب افريقيا هدد مرمانا تاني في الوقت، في الدقائق اللي بعد الهدف. طبعا كان هجيب هدف تاني، تمام. فانا شايف ان هو كان اداء فقير جدا من الجانبين. انا كنت معترض على الاختيارات من اول يوم، كنت معترض على الاختيارات واعلانها في توقيت سيء جدا. ده فن بقى، ده فن اعلان القايمه والتوقيت اللي انت تعلن فيه القايمه. لما تعلن القايمه في يوم كان عندك 5 مباريات في منتهى الاهميه، مباريات تحدد مين اللي هيهبط، وتعلن الاسماء يوميها الصبح، وتخلي لعيبه بتلعب انديتها مش شايفه قدامها عشان اسمها مش موجود في المنتخب، فده سوري في اللفظ يعتبر غباء، تمام. حتى لعيبه النادي الاهلي كان عندها ثاني يوم مباراه اللي هي اتعدت فيه. كان في لعيبه برده كانت المفروض موجوده في المنتخب وما لقيتش اساميها، اتاثرت جدا والنادي اتاثر جدا باداء هذا اللاعبين بسبب التوقيت. القايمه فاشله، القايمه يعني لو واحد مبتدئ في كره القدم ما كانش حط القايمه دي ولا حط الاسماء دي، لا بديل ولا مراكز ولا القايمه دي. انا عايز مجموعه اسماء من كابتن علاء نبيل، حضرتك شايف بخبراتك الكبيره في مجال كره القدم انها كان لابد ان تكون ضمن قائمه المنتخب، سواء بقى اللي هيبدا بيهم الجهاز كاساسيين على دكه البدلاء، انما اوراق موجوده مع الجهاز الفني في بطوله افريقيا. مين الاسماء اللي حضرتك شايف انها كانت تستحق التواجد وظلمت بالخروج من قائمه المنتخب؟ محمد هاني، عبد الله جمعه، عمرو السوليه، رمضان صبحي، كهربا، عواد، دول كان لازم يبقى لهم دور مقارنه باللي اسمائهم موجوده، مقارنه باللي اسمائهم موجوده، لا دول احسن، دول يسدوا لك الثغرات اللي كانت عندك لو حاله اصابه او حاله لعيب غير متواجد في الفرقه، فمستواه الفني ضعيف. لكن انت النهارده اختياراتك اجبرتك على التغييرات، اجبرتك على التشكيل، عشان انت الواضح جدا انت ما عندكش خبره في اداره المنتخبات او عارف يعني ايه دوره مجمعه او 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 او. وقلنا هذا الكلام قبل البطوله وتحقق الكلام. كانت ناس بتقول لك انتوا ليه مسودينا، انتوا ليه مش عارف ايه، كلامنا في الاخر طلع صح الحمد لله. طيب على مستوى الاجهزه الفنيه، ما هي نوعيه المدير الفني الاجنبي اللي احنا بنقرر نتعاقد معاه بقيمة مالية ما بيلاقيهاش قبل أو بعد وجوده مع منتخب مصر في أي مكان تاني في العالم؟ هل هي إضافات فنية أم نحصل على تعاقدات مع أسماء فاشلة في عالم كرة القدم بتنزل مستوى الأداء لشكل عمرنا ما شفناه مع أي مدير فني مصري، وبتاخد أضعاف 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 ما يحصل عليه المدير الفني المصري؟ حضرتك غير المبالغ غير المبالغ أستاذ محمد، بياخد صلاحيات ما بياخدهاش مدير فني مصر. صحيح. يعني غير المبالغ، صلاحيات نفسها. انت لو مدرب مصري قلت له مش عارف، يقول لك لا انت عايز اعمل 3 مباريات، اي مباراه مش عارف عايز عشان لا هي مش هي كده، انا عايش في منتخبات وعارف. فالمدرب المدير الفني الاجنبي اللي بيجي على شايف، انا شايف ان المدرب المصري احسن منه 100 مره، وانا عشت التجربه دي وعارف يعني ايه مدرب مصري يقعد مع لعيب بالليل في اوضته ويقعد يتكلم معاه ويشجعه ويقول له اخطائه ايه، تفرق كتير قوي مع اللعيبه المصريه. اللعيب المصري احنا لينا نوعيه خاصه باللعيبه. فاعتقد ان انا كنا غير موفقين. حتى الناس النهارده تقول لك مستر كوبر كان مستر كوبر كرهنا برضه في كره القدم، يعني مش عشان ده وحش وسيء يبقى اللي قبليه احسن، لا الاثنين سيئين. الحقيقه الاثنين نفس النوعيه من المدربين، يعني الاداء ما كانش مرضي. وايام كوبر اتفضل يا كابتن علي.
اتفضل. لا، ايام كوبر كان نفس النقد، وكان الجمهور غير راضي عن الاداء، وشفنا انعكاس ده على مستوى فريقنا في نهائيات كاس العالم، وحتى على خروجنا في النهائي الافريقي اللي عمرنا ما كنا بنخسر في نهائي كاس الامم الافريقيه. يعني بص حضرتك، احنا دايما عندنا عاده يقول لك الله يرحمه كان كويس، تمام؟ لا، احنا مش عشان ده طلع سيء جدا يبقى ده كان كويس. صحيح. اللي فات كرهنا في كره القدم ومتعه كره القدم، وده ما يعني قال يعني واحد ما عندوش فكره عن التدريب صراحه. صحيح. يعني صحيح. فده انا شايف الاداء، وبعدين برضو لازم نقف نقول ستوب، لابد من مراجعه اللي احنا هو ده القماشه اللي موجوده عندنا يا جماعه، عشان يبقى صراحه لازم دي القماشه اللي عندنا ودي اللعيبه اللي عندنا، ما عشان ما نقولش بقى اصل فلان يعني احنا لو طلعت اثنين ثلاثه يعني مميزين في الدوري العام او في لعيبه مصر نقول الحمد لله. هو ده وده حظنا، مش ده بتبقى اجيال مقارنه بالجيل اللي قبله، لا ده فين والجيل اللي قبله فين، يعني هي بتبقى حظوظ. عايزين نشتغل على ازاي نبقى عندنا بعد كده جيل من المحترم من المواهب ومن ونطور ونعلم وكل حاجه. صحيح، كلام مهم جدا، بشكرك على المشاركه معنا في هذا الحوار كابتن علاء نبيل، طبعا صاحب الخبرات الكبيره في عالم التدريب في كره القدم.